محمد صبحي يحكي عن ذكرياته مع الراحل هادي الجيار، تعرفت عليه في عام 1967. رسالة مؤثرة من صلاح عبد الله للراحل هادي الجيار. هادي الجيار أول المحذرين من كورونا وأحد ضحاياه. تشيع جثمان الراحل هادي الجيار وانهيار زوجته وأبنائه خلال مراسم الجنازة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب الفنان الراحل هادي الجيار ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع هادي الجيار. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. لحظة انهيار زوجة هادي الجيار وابنته أثناء تشييع الجثمان. دخلت زوجة الفنان هادي الجيار وابنته في حالة انهيار تام قبل لحظات من صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسادت حالة من البكاء على الراحل الذي توفي فجر الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا. ورافق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي جثمان الراحل هادي الجيار إلى مثواه الأخير عقب صلاة الجنازة عليه في محيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. وشهد المسجد حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي. وكان الفنان الكبير هادي الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية. ويذكر أن الفنان الكبير هادي الجيار لم يستكمل باقي مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلسل موسى مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة. وتواجدت أسرة الفنان الراحل هادي الجيار قبل دقائق من صلاة الجنازة على جثمانه بمحيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر في حالة انهيار تام. هادي الجيار أول المحذرين من كورونا وأحد ضحاياه. حذر كثيرا من خطورة كورونا وعدم الاستهانة به، ورغم ذلك كانت نهايته بسببه. الفنان هادي الجيار كتب على صفحته كثيرا ناصحا ومحذرا من الفيروس الذي تمكن منه ليفارق دنيانا متأثرا بإصابته به. ومنذ ظهور الفيروس ولم يترك الفنان مناسبة إلا وكتب عنها من خلال صفحته على الفيسبوك، داعيا جمهوره إلى عدم الاستهانة به والحفاظ على إجراءات التباعد ليرحل عن عالمنا صباح الأحد عن عمر يناهز 71 عاما. حضور شعبي وفني في جنازة هادي الجيار رغم كورونا. هادئ ومحب وصادق كما وصفه زملاؤه، هكذا هو الفنان هادي الجيار الذي رحل اليوم تاركا ميراثا كبيرا من خلال تقديم العديد من الشخصيات والتي اشتهر بها وسط محبيه من جمهوره، حيث جسد منعم الضوء في المال والبنون، ولطفي في مدرسة المشاغبين، وبراهماء المغازي في سوق العصر، والكثير من الأعمال الأخرى التي كانت ولا تزال داخل الذاكرة. رحيل مفاجئ للفنان الراحل هادي الجيار والذي توفي عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية. وأقيمت مراسم صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة، وشهدت مراسم الجنازة حضورا شعبيا وفنيا كبيرا، حيث حرص عدد من زملاء الراحل على مرافقة الجثمان من المستشفى وحتى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.
وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ووقف عشرات المصلين لأداء صلاة الجنازة عليه ملتزمين بارتداء الكمامات تجنبا لفيروس كورونا، كما انهارت زوجة الراحل وشقيقته وأبنائه خلال مراسم الجنازة. واستقبلت أسرة الراحل المعزين لتلقي العزاء خلال مراسم الدفن لعدم إقامة عزاء، وشهد مراسم الجنازة كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعدد من الفنانين من بينهم فتوح أحمد وهشام ماجد. ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الراحل قائلة إنه قدم مسيرة فنية كبيرة في السينما والمسرح والتلفزيون بدأت في ستينيات القرن الماضي، وترك خلالها بصمة كبيرة في الأسر المصرية والعربية بأدواره التي عبرت عن واقعنا ومشكلاتنا بشكل كبير، موجهة العزاء لأسرته. وأضاف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الراحل من أكثر الفنانين المهمومين بالمهنة، مشيرا إلى أننا فقدنا إنسانا وصديقا عزيزا ومحبا للجميع، لافتا أنه خدم في مجلس النقابة وكان مهموما بزملائه. الوجع بيزيد كل شوية، بنفقد عزيز إلنا. الراحل كان على تواصل دائم قبل المحنة الأخيرة، ولا أتذكر كم من المرات اتصلت به، ولكن كان هو دائم الاتصال بي، وهو ما يسعدني، وكان صاحبه، وكان الجدعنة والشهامة والرجولة. لا أعتقد أن أحدا سمع صوته، رحل في صمت شديد وترك بداخلنا أحاسيس عظيمة وحلوة ورصيدا صادقا منه، فكان خلوقا وخيرا ومحبا. وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إنه رحل بعد رحلة عطاء فنية كبيرة ما بين المسرح والسينما والتلفزيون أثرى بها الفن في مصر بالعديد من الأعمال الخالدة. ووصف الفنان محمد صبحي الراحل بالفنان والإنسان، لافتا إلى أنه كان صديق عمره وزميل دفعته بمعهد الفنون المسرحية، قائلا بكل الأسى والحزن والألم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة. وقال منير مكرم إن الفنان رحلة طويلة من الفن والعطاء، فهو فنان محترم وجميل واستراح من العذاب والألم، ولكل أجل كتاب. هادي الجيار أول المحذرين من كورونا وأحد ضحاياه. حذر كثيرا من خطورة كورونا وعدم الاستهانة به، ورغم ذلك والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي لا تنسوا أن تدعوا للمتوفى بالرحمة والمغفرة في التعليقات، ولا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.